انت فقعت عقلي ثلاث مرات في المجموعه الاولى وفي المجموعه الثانيه لان ثلاث قرون ان كانت المجموعه اسرع سيتعرف منها متسابقا وان كانت افضل فسيكون الحظ حليفا للمشاركين في المجموعه الاولى والنصف الاول الذي كان قد انتهى في توقيت بقدر دقيقة 27 للفائز الأول وهذه هي اللفة الأولى في سباق مادة بدر نصف النهائي الثاني 45.5 to the first 200 meters slightly faster than we saw in the first semi-final as the pair of Qatari athletes in the front Hassan Imagine Quran and Go One lap to run لفه وكانت فقط سيطرت على المركزين الاول والثاني على المرشحين لتتويج جمال حيران وعلى جنبه العداد ابو بكر حيدر عظمه ثم جيتون جوكسون من الهند في المرحله هي التعب المباشر بينما هناك ايضا الهندي علي من ايران الذي يحاول الالحاق بصدر الترتيب اذا جمال حيران وابو حيدر وعبد في صداره الترتيب والهندي ايضا يحجر عن مركز في صداره جيمسون جونسون اذا ثلاثه مراكز يكون وهذا يعني سؤال عن ابو حيدر عبد وجمال حيران ثم جيمسون جونسون من الهندي الذي www.salonathletics.com